يا قوق الإنسان، 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 يا قو
نشكر الجرائد اللي ساندتنا واللي كتصور بالبث الحي هذا الشكل النضالي اللي هو قمعي 100% اللي هو قمع في 100% هذا الشكل النضالي اللي كيواجهوه عده معطلين حملات شهادات عليا ماستر ودكتوره خيره الشباب ديال هذا البلد هما اللي ان شاء الله غادي يرفعوا مستوى ديال البلد كنشوفوهم في الشوارع ساقطون هناك اغماءات هناك اصابات انا تعرضت اكثر من ضربه تحت القدم هذه اسلوب من الاساليب التي يعتمدها هذا النظام الممنهج ديال السلطه اللي كتخدموا بشكل دائم على مدار الوقفات التي نحضرها في 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 المتنفس الوحيد الذي يملكه الشعب وهو البرلمان نحن نخاطب السلطه التي تم التصويت عليها في شخص رئيس ديال الدوله عزيز اخ نوش وسائر الاعضاء وفي التكتل الحزبي نخاطبهم من هذا المنبر ان يفتحوا معنا باب الحوار لاننا لن نتوقف وسنزيد في التصعيد اما الموت او الحل للمشكل نحن لن نتنازل عن هذا الشرطين اما الموت القتل اعدام نحن موافقون احسن من اهانه البطاله وانا من درست وكدحت وخسرت اموال وخسرت علي الدوله اموال طائله وابوي ينتظران مني ان احمل المشعل بالتالي انا عاله على الابوين فلن ارضى بهذا اما بالموت واما بحل المشكل ونحن نناشد السلطه الاعلى في البلد الملك محمد السادس نصره الله بان يفتح لنا هذا الملف بشخصه لاننا ليس هناك اي عضو يعتمد عليه او اي رئاسه او اي جهه يعتمد عليها سوى منبرك وسوى مكانك العالي. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.